سيداتي انساتي سادتي احمد شوبير يحييكم من استاد القاهره الدولي ومباراه في الاسبوع رقم 23 في الدوري الممتاز مباراه تجمع ما بين الزمالك والمقاصه. لجنه الحكام النهارده اختارت الحكم الصاعد حماده عين العقل لاداره هذا اللقاء مباراه في غايه الاهميه لان الزمالك بيحاول يلحق بقطار المنافسه مع النادي الاهلي غريمه التقليدي. بهزر معاكم فكوا اليوم كده مش عايزين توتر خالص والنبي النهارده يا جماعه كاننا جايين عيد ميلاد انا ممسكني صفاره مفيش اهيف من كده خلاص يلا انت خد الارض وانت خد الكوره ويوم هيمشي فله. ايه اللي جاب الحكم ده هنا؟ ده مفيش ماتش بيحكمه غير لما يبوظه. مجلش حاجه شكرا الله سعيد. اتمنى ان شاء الله مباراه طيبه لكلا الفريقين. للامانه انا ما شفتهاش فانتوا تراضوا بينكم وبين بعض اوصلوا القرار وبلغوني يا صفر. ده يا كابتن انذار يا كابتن انذار يا كابتن عمره ما كان عنده شخصيه. بص انا اديكوا ضهري ما شفتش حاجه اكمله لعب يلا. الحقيقه كده بوضوح الحكم ده ضعيف الشخصيه جدا متوتر مهزوز واعتقد انه خطا كبير جدا من لجنه الحكام ان يدوا لحماده عين العقل هذا اللقاء لقاء كبير بين الزمالك والعظيم ظلم حكم غريب جدا حماده عين يا كابتن. وادي كوره واضحه جدا ضرب من غير كوره وفعلا برافو على الحكم حماده عين العقل رايح بيطلع الكارت الاحمر ضربه جدا بيبص على المدرجات. ايه ده ده رجع في كلامه في الكارت الاحمر ما خلاص شاف انها تحتاج كارت اصفر بيطلع كارت ده لغى كمان الكارت الاصفر ده كمان بيعمل اسقاط اسقاط بما يرضي الله. يلا العب 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 يلا احسن ايه ده يا كابتن حرام والله. بقول لك ايه لو سمحت هو مين ومين؟ مين ومين؟ اتفرج يا عم اتفرج. تعد يا جماعه ما تبقى بني ادمين. لا 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 لجنه حكام ده احنا هنقيل لجنه الحكام عشان خاطر الحكم ده يا جماعه مختل عقليا ما عندوش فكره من الاخر. بالله عليكم لو حد فيكم شافه في الشارع لو سمحتوا يعني هيعمل فيه ايه؟ اظن هيقلع اللي في رجله وبلاش اكمل. هو فين شوبير ده بقى؟ ايه ده؟ براك يا كابتن شوبير ما تخف على الحكم شوية ده احنا بنحبك يا جارع. انت مين يالا؟ ايه يا كابتن ما فيهاش حاجة يا كابتن. يالا انت ده الحكم وصل ده الباشا واخد كوباية شاي يا جماعة بقى يشرب شاي في المدرسة. طب يشرب شاي؟ نسمع بعض نسمع بعض. أنا آسف كنت بجيب شاي أنا مصدع جدا فأنا آسف ما شفتش الكورة بالراحة بقى. والله العظيم الواد حمادة ده واد زي الفل بس هو محتاج قرصة صغيرة بس كده ولا احنا عشان غلابة يعني اللي زي حمادة ده لازم يتحاكم ويتسجن. ضربة جزاء يا كابتن ضربة جزاء على الزمالك يا كابتن والله على الكورة يا كابتن. طب أنا هوريك بقى مين اللي هيتسجن. ما ينفعش ترجع فيها. أنا شفتها يا كابتن. أنا ما شفتهاش. طب وضمير؟ طب والمستشار؟ هنروح في داهية. يا كابتن أنا شفتها. سيب يا ابني الحشيش ده بتاع الكابتن شوبير. إيه الحشيش إيه؟ اطلع تودينا في داهية إحنا على الهوا. امشي امشي إحنا على الهوا. وأنا هسيبك. واتشاطط وبيصد الحارس يا سلام يا سلام. الله 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 مهزله تحكيميه مهزله تحكيميه. بصوا بقى جمهور الزمالك من الاخر والله الحكم حلوة. ده ساكن في اول شارع في ايه ده انت هتقول عنوانه كمان هتقول عنوانه ليه لا لا انت انا المايك يا ولد عهده الله يخرب بيتك. وانا كمان بحبكم كلنا. ده متنكر يعني الناس دي مش هتعرفك؟ لا وانا اهبل يا ابني هي دي اول مره اعمل حسابي طبعا اهو
معلش يا وليد انا هتقل عليكم اليومين دول حاجه تتوع عندكم كده، لان انت عارف الجمهور ده زي كل مره هيطلع يستنانا عند شقه فيصل. ده بيتك يا ابني ولا يهمك. على ابو شكلك انا ابو اليوم اللي اتولدنا فيه مع بعض. خميس ايه وزفت ايه؟ مزواج قوي يالا انت. وليد انا حاسس ان انا مستقبلي على المحك وقربت انتهي. مستقبلنا هينتهي حالا لو ما اتحركناش دلوقتي. دور واطلع. يا لهوي. يلا يلا انزل زق، انا متنكر مش هينفع انزل. بسرعه. ماشي يا عم هوجن نازل. بقول لك ايه يا نبي، ممكن زقك؟ ما احنا لو اتنين بوزز كنت ساعدتونا على طول. صعبان عليا نفسي قوي. امال انا اقول ايه؟ اقسم بالله انا ما مصدق. معقول البقسماط يوصل للسعر ده؟ بقسماط ما غليش؟ انت يا ابني كبير يا ابني، يخرب بيتك. بقول لك ماليش نفس اعيش، ماليش نفس اكل، ماليش نفس اعمل اي حاجه اصلا. انت بتاكل اهو. بقول لك ايه؟ تفتكر امك شافت الماتش؟ مصر كلها شافت الماتش. ده انا استنى عندك انت وهو. انتوا هتفضلوا تافهين وعيال صغيره كده لحد امتى؟ انا تعبت منكم، زهقت، قرفت. وانت ايه اللي انت عامله في وشك ده؟ انا اصل اتحاد الكوره كان جايب حكم مكسيكي واعتذر في اخر لحظه، فانا انقذت الموقف. اتحاد الكوره وقفك وانت جاي تترمي هنا وتستخبى. انا ليا مين غيرك يا اختي يا حبيبتي يا توأم روحي؟ يلا تعالوا ساعدوني. ده ايه ده، فوزير دي ولا ايه؟ لا ده مسلسل اطفال تبع صوت القاهره. حسب اوعى حد يدوس على ديل. عارفين عارفين حافظين. حسب على ديل امك يا وليد. يلا يا ولاد بقى خلصوني وشيلوا البتاع ده، عايز ادخل الحمام بقالي ساعتين. ساعتين؟ طب حاسبي بقى نيل لقيت شغل ولا لا؟ ما انا قدمت على قرض واترفض. قرض المكعبات يا ابن الهبله. اسوأ حاجه، اسوأ حاجه لما خنجر الاحباط يجي من اقرب الناس ليك. انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ وليد اتكلم مع امك بقى ادعب يا ولد. الله الله، لما بتتكلم معاها كده وخالك موجود امال في غياب بتعمل ايه؟ خد يا تعالى. ايه تعالى، بس ما كنتش سامع بتقول ايه. يا اخي انا مش عارف امي بتلومنا انا ليه، المفروض تلوم على البلد. عندك حق فعلا، هي البلد دي كده يا اخي ما بتقفش جنب الفشل. يعني واحد محترم فاشل زيك كده قعد 15 سنه على ما نجح في الكليه، ازاي البلد ما تقفش جنبك؟